السلام عليكم ورحمة الله المشاهدين والمشاهدات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نشارك معكم هذا الفيديو ديال العيد الكبير، ماشي ديال نهار العيد الكبير، وإنما شي مهم عيدنا الجمعة ونهار الأربعاء. عاد باش حنا عيدنا هنا الجمعة، حنا عيدنا الاخرين، وحنا وعاد باش كليت القطبان ديال العيد الكبير حتى النهار الاربعاء، يعني عيدنا الجمعة ودازت ما عاد شحال 4 ايام. المهم الاربعاء اللي من ورا العيد عاد باش درس هاد القطبان هادو، حيت هما انا ما كيديروش، ولكن انا بالنسبة لي انا مغربية ومتعودة ناكل القطبان نهار العيد. الا ما كلناش القطبان راه ماشي عيد. طرفت الكبدة وهذيك الفات حتى نهار الاربعاء صافي، وعاد باش شوينا القطبان وهذا. المهم هذا هو الحولي ديال العيد، الحولي العجل ديال الثور، هذا ماشي عجل حيت انا تنقول ليه الثور حيت كبير. هذا تبارك الله فيه 700 كيلو، وتبارك الله ما شاء الله مني تذبح شحال عطى، ما شاء الله تبارك الله كبير، عطى بزاف ديال اللحم حيت قسموه على 7. الوغ هما يا العدد ديالهم كيديروا غدا غداهم اسمعوا لي مراجله، عاد يديروا غدا عادي تتجمع العائله وكيديروا غدا عادي، ولكن الرجال راهم كيذبحوا لهاد العجل هذا حيت تبارك الله فيه تماره، وكيفرقوا هذاك النصيب، يعني كل واحد كياخذ غزات تبارك الله هاد العجل هذا. عرفتي انا دابا نعاود لكم كيفاش مسكين ملي بغاو يذبحو تي عمرو ما مني دخل عمرو ما غوت، يعني عمرو ما طوح ولا شي حاجه، فجاو يذبحوها زعما تألمت مزيان سيتي تيبكي مسكين تيبكي بحال تي ثلاثه مني صافي طيحوه، يعني عرف راسو غادي تذبح حتى لاخر لحظه. يا ربي تسمح لينا منو ما عرفناش، والله تتألمت بزاف، البنت كتبكي بالدموع والله العظيم، انا بكيت لداخل. المهم تألمت بزاف، كيبكي كيطوح بحال تيبكي وصافي. المهم تألمنا انا بعدا وحتى البنات اللي معايا. المهم ها عاد باش هما القطبان. المهم خديت انا هذاك الفواد اللي حت من هذاك الكبير مع غليظ، خديت هذاك الشيء الرقيق. المهم هادو اللي شاط درتهم هكا بينو بين الكبده الوسط وهما بجناب، ودرت العادي الفواد اللي ديك الكبده ديالنا اللي تنديرو عاديه اللي بولفاف، يعني تنقولو حنا بولفاف. وعاد درت القطبان ديال اللحم. هذا السيد اللبناني، شوف الطريقه كيفاش هو خدا هذا اللحم ورقدو، مهم شرملو بالطريقه ديال اللبنانيين، فيها البصله ومطيشه قطعه والتتبيله ديالهم، وعاد داك العيش يعني كيفاش دارو وكيسلو عليه القطبان، ولكن جا زوين الصراحه جا زوين. عاد غيديروا مع البصله، راكم شفتوا كيفاش دار ليها البصله ومطيشه فلفله حاره، يا سلام مع تحش انا القطبان ديال العيد. ما كنديروش حنا قطبان هنايا دائما، عندهم غير العجل اللحم ديال العجل قاصح، شبحالنا حنا عندنا الغلمي، كاين هنا الغلمي وانما ما كيشريوش بزاف، ياكلوا اكثريه عيد العجل وكيحيدوا لي الشحمه وعير الهبره والعدومه. ها هي هاد البولفاف ديالي انا مع صوبتو، هادوك اللي بقاو لي درتهم هكاك جاو تاهم زوينين. وهاد الطريقه ديال البصله اول مره كنشوفها الصراحه، كيقسم البصله على جوج وكيدخلها تيدلقها قطبان وكيشويها، ولكن زوينه طريقه زوينه بالقشور ديالها، وزعما دازت الليله زوينه الصراحه مع كاين ولدي وهذا وهاداك السيد اللبناني حتى هو
زعما دازت ليلة زوينة ديال نهار الأربعاء، داز العشاء زوين. دابا هادي البصلة كيفاش كي هذا كيشويها، وعاد كي من بعد ما دار فيها الملح والبزار وهذا، سبحان الله كله حنا كنشدو البصلة كنقسموها دواور دواور، هما كيديروها بحال هكا ولكن صغيرة، ديك البصلة صغيرة. ايوا تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكل عام وانتم بخير، ونتمنى ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله يلقاكم بخير وعلى خير. العيد الكبير الجاي ان شاء الله، ما عرفتش واش غندوزو عاوتاني هنا، ولا ما عرفتش واش غنمشي للمغرب، ولا الصراحه ما كاينش الاجواء ديال المغرب، ما كاينش بحالها لا في رمضان ولا في العيد الكبير، ولا ما كاينش. المهم درنا بتي بيفي، كل واحد كيسر براسو. المهم داز هاد العشاء زوين، ما فيش بزاف ديال البروتوكول هنا، بدا ما كاينش بروتوكول هنا والو، هادشي باش يعجبوني انا، ما عنديش مع البروتوكول. هذا دارو في البابي الامينيو باش يبقى سخون، انا عز عليا ما عزيزش عليا البروتوكول، عزيز عليا النظام، عزيز عليا، ولكن عزيز عليا داكشي هاد الشعبيين كنهزو بيدينا الفريد. كنت بغيت ندير البطبوط، قالوا لي صعب لما تسعد براسك، شرينا باريزيان، ولكن البطبوط كيجي احسن من داك اللي كيديروا في البلاد بوشيار، كيجي رقيق وزوين بحال العيش، ولكن ديال الدار مع الكبدة مع بولفاف واتاي، يا سلام. هذا ولدي سبحان الله، الله يسمحنا من الوالدين. المهم حتى هما عجبهم الحال، ما كيديروش هذا الشيء ولكن عجبهم الحال. المهم خرجنا علي نقول المغرب هذا، وخرجنا درنا دويره لغد لي، لا يا ربي ماشي لغد لي هذا الحد. المهم خرجنا مع ولدي هنا دابا المغرب، وقلت راه نصور هاد المنظر هذا ديال السحاب والبحر هادئ. المهم خليتكم مع هاد الاجواء هذه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا لكم على المشاهده، والسلام عليكم.